مرحبا بكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة مصطفى او بي اس. اليوم الموضوع ديال الحلقة هو الإطار المرجعي أو التوصيف اللي تخرج به الوزارة. اللي هما الأشياء، مجموعة أشياء اللي خاصك تراجعهم بس تعد بشكل جيد الامتحان. غنعطيو على كل محور بنادم لاحظت أن مجموعة من الأشخاص ما تعرفوش كل محور اش خاصو يراجع فيه. انا نعطيو غير فكره بسيطه على كل محور بشكل سريع، من بعد ان شاء الله غنبدا ندير فيديوهات على كل محور وغنقدم لكم مجموعه من الفيديوهات اللي عندي. المهم بالنسبه للمجال الفرعي واحد، المجال الفرعي واحد كما تنشوفو كونيسونس تكنيكو تاكتيك. شنو هي كونيسونس تكنيكو تاكتيك؟ وكل ما عدا الريغلومون. اي رياضه كاين فيها الريغلومون وكاين فيها سبيسيفيك ديال الرياضه. لحقنا الريغلومون مثلا تمشي تقنيات، مثلا كورس دو فيتيس لي فاز لي ديفيرونت فاز ديال الجري، مثلا في الاول كرياسيون دو فيتيس، اد مانتيان دو فيتيس، فينيش، ديبار، مثلا في لونسي دو بوا، سميه ديال ديفيرونت تكنيك ديال لونسي كورس دو فيتيس، مثلا في كورس اون دوري، مثلا شنو هو بروبليم فوندامونتال، شنو هو هذا. ناخذ مثلا لونسي دو بو، شنو هو ديفيرونت فاز باش دير لونسي. هاد مجموعة ديال الاشياء من غير ريغلوم اي حاجه، السميات ديال لي تكنيك، مثلا فولي، مونشيت، توش دو بال، شنو هما الاشياء اللي خاصنا نترينو عليهم، مثلا كونسيرفاسيون، بروغريسيون، ديفونس. مد هاد المحاور اللي قلت لكم، مجموعه من الاشياء اخرى اللي غنطرقوا لها بشكل تفصيلي في فيديوهات. عدي لكم واحد الدوكيومون ان شاء الله في كل شيء، في المحور الاول والثاني مجموعين في دوكيومون واحد غنبارطاجي معكم فاش غنسالي. المهم كونيسونس اي ريغلومون دي زاب اس راه باينه وما تحتاجش ريغلومون ديال لي زاب اس. لي زاب اس الاغلبيه تحتاجهم في المدرسه. كاينين فامي دو كورس اللي هما كورس فيتيس، كورس اون ديغي، كورس دي هاي ما تنديروش بزاف، المهم ما تيقدروا يسولوك. لونسي، كاين لونسي دو بوا، لونسي جافلو، لونسي ديال دي سك، لونسي دو مارتو. وكاين اخيرا فامي كورس لونسي، والاخرى ما قالش. كاين جيمناستيك وكاين سبور كوليكتيف. سبور كوليكتيف اللي في المدرسة تكون فولي، هوند، فوت، فولي، هوند، فوت، باسكت بول. هادو خاصكم تعرفوا لي كونيسونس. هادشي ما يخص المجال الفرعي. مازال الفرع الثالث كونيسونس اناتومي فيزيولوجي. شنو اناتومي فيزيولوجي؟ كل ما يخص جسم انسان، مثلا لي فيليير انرجيتيك خاصك تكون عارفهم، داك الشيء ديال لي زوس، لي تسميه ديال الاعضاء، شحال كاين معظم مثلا في جسم انسان. اين فيليير انرجيتيك تستعمل في كل رياضه. مهمة الأشياء. بيوكوميكانيك حركي، إكستون، هادوك الأسماء ديال الحركات ف ديال اللي يقدر يدير الإنسان. أناليز بيوميكانيك، كيفاش خاص نديرو فيها مجموعة من التمارين. مجال الفرعية ربعة كونيسونس أبخوش بيداغوجي أون نو بي إس، بيداغوجي ديفيرونسيي، بيداغوجي أكتيف، بيداغوجي دو ريسيت. بزاف اشياء خاص تكون عارف اش يعني وكيفاش الاستعمال ديالهم في التربيه البدنيه. مثلا الفرع كونيسونس تيكس اوفيسيال، تيكس تيكس اوفيسيال اللي خرجوا اون غولاسيون مع اون بي اس، اللي خرجاتهم الوزاره. المهم ندوزو المجال الرئيسي الثاني، دومين ديداكتيك. دابا دخلنا في تخصص الماده، تخصص مادة بلانيفيكاسيون بريستيساج او بي اس. شنو بلانيفيكاسيون؟ هو داكشي اللي تيدير الاستاذ في الدار، التخطيط بالعربية، التخطيط قبل ما تجي الحصة. حتى تكون جايب واحد الفيش، ديك الفيش اللي غندوي عليها بشكل تفصيلي كيفاش تعمر
كل كاز اش خاصو يتكشف فيه وبالتفاصيل، ونعطيو معلومات جميع الرياضات، نحاولو معاكيني بزاف، لكن نعطيو كل مثلا سبور كوليكتيف ندوي عليها بوحدها، سبور انديفيديوال بوحدها، كيفاش تدير تخطيط، وكاينين سبيسيفيك المادة سبيسيفيك كل رياضة، وكاينين شي اشياء تيبقاو تيتبدلوش. المجال الفرعي جوج جيستيون دي زابخونتيساج، شنو هي جيستيون؟ كيفاش انت تجيري الحصة ديالك، سوا جيستيون دي طون، سوا جيستيون دي لسباس، سوا جيستيون دي لوفيكتيف، سوا جيستيون دي كومبورتمون ديال ليليف، جميع الاشياء اللي تدير اثناء الحصة. ايفالياسيون فاش تدوز المجال الفرعي ثلاثة اللي ايفالياسيون دي زابخونتيساج اون او بي اس، هي اش تدير انت باش تيفاليو لابخونتيساج ديال التعلم. كاينين انواع ديال ليفاليياسيون، ايفاليياسيون دياغنوستيك، ايفاليياسيون انفورماتيف، ايفاليياسيون فورماتيف، بزاف كاينين تقريبا شي ربعه اللي عندو واحد كلشي. عندينا دوكيومون غنبارطاجي معاكم بشكل تفصيلي كور شامل، بلانيفيكاسيون اي جيستيون سبور سكولير، هادشي خاص سبور سكولير، هادكشي اللي ذكرنا سابقا، بلانيفيكاسيون اللي هو التخطيط والجيستيون هو التسيير ديال، خاص سبور سكولير، خاص تكون عارف كيفاش تدير مثلا، كيفاش اش خاص كيفاش تسير سبور سكولير، اش خاص الاستاذ يدير كونسيرنون الرياضة المدرسية، كيفاش الرياضة المدرسية تساهم، ميثود انيماسيون دي جروب، هادو هنا تندويو وسائل ديداكتيك كيفاش تتسير واش انيمي جروب، خاص تكون عليها معلومات، غنبارطاجي معكم واحد مجموعة معلومات. خص مجال رئيسي واحد اللي 50%، مجال رئيسي جوج 50%، هادو في هاديك الداكتيك مادة. اما فاش تنجيو ندويو 50% شنو هي مستجدات نظام التربية اللي بارطاجيت معاكم هذيك الفيديو السابق، واحد الكتاب اللي شامل، وغنعطيكم ان شاء الله واحد ريزومي، حيت بزاف الناس تعرف الصعوبات وديك الشيء كتير وخاص معلومات، وعندي لكم واحد مجموعه ديال الاسئله 160 سؤال وجواب، حتى غنبارطاجي معاكم، ونخدموا ان شاء الله فاش غنساليو هادشي نديرو شي لايفات غنخدموا فيهم مجموعه ديال المحاور وديال لي زيكزام ديال العام اللي فات. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، الا كنتي اول مره كتشوفني دير جيم وكومونتير، فعل الجرس باش يوصلك فيديوهات ان شاء الله جداد. هاد السيمانه ان شاء الله اكسيليغام قلوح كل نهار ولا جوج جوج فيديوهات فيديو، حاولوا تفاعلوا باش تشجعوني حيت ندير واحد المجهود، وشكرا، نتلاقاو في حلقه قادمه، الله يعني.